حكاية إيدي ريدمين الممثل الذي أعرف العالم علوم الفيزياء. التفاصيل عبر قناة نجم المشاهير. يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الممثل إيدي ريدمين الذي ولد زي النهارده في 6 يناير، وحقق نجاحات كبيرة أبرزها تتويج بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم The Theory of Everything، وذلك حينما لعب شخصية العالم الراحل ستيف هوكينج. الممثل المولود عام 1982، والذي يتم عامه 40 اليوم، استطاع خلال الفيلم من تجسيد شخصية عالم الفيزياء ببراعة شديدة، خاصة أنها لم تكن سهلة على الإطلاق مع شخص معروف للعالم وعاش معاناة صعبة طوال حياته جراء إصابته بمرض نادر أثر على حركته، ثم أفقده صوته فيما بعد حتى صار يتكلم عن طريق جهاز تم تصنيعه له خاصا. إيدي ريدمين وفي العمل برع بشهادة الجميع في الدور ليحفر اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الفائزين بجائزة الأوسكار. ينتقد دور لعبه قبل 10 أعوام من ناحية أخرى. سبق واعترف النجم إيدي ريدمين الحائز على جائزة أوسكار أفضل ممثل بأن جميع أدواره لم تصل إلى مستوى عال، وذلك أثناء وجوده في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي للترويج لفيلم ذا جود نيرس. ففي أثناء الترويج للفيلم الجديد حاول المخرج توم هوبر إعادة خلق نفس أجواء التجربة العاطفية للقيام بموسيقى فيلم لسميسي رابلز البؤساء المميزة على خشبة المسرح، لكن ريدمين علق على ذلك الأمر كشفا أنه يعتقد أن قدرته على الغناء كانت أقل من الكمال في الفيلم، لكنها أصبحت مثل الهشاشة التي تساعد في بيع الأغنية. أشار ريدمين إلى أن المخرج توم هوبر سعى إلى تصوير من 5 إلى 6 لقطات لكل مشهد، لكنه بصفة خاصة كان مسمما على مواصلة التصوير. وأضاف ريدمين: على الأقل عندما لا تكون سعيدا بما تراه في النهاية، فأنت تعلم أنك على الأقل ذهبت من أجله. لقد فعلنا ذلك هناك، لقد دفعناه بعيدا جدا. وكان مخرج الفيلم حريصا على أن يغنى أبطال العمل أمام الكاميرا مباشرة، وتسجيل الصوت وقت تصوير المشاهد، وليس في الأستوديو كما كان متبعا وتقليديا في الأفلام الموسيقية.